السلام عليكم، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد غادي نهضر فيه على اخر مستجدات تاع رونو اكسبريس. بزاف الناس ما كتعرفش تفرق بين لونطري دغام والمويان والعامره. فهاد الفيديو غادي تخرج كتميتريزي هاد القضيه هادي وفهم جميع المعطيات وجميع نقاط الاختلاف في هاد الثلاثه لي فيرسيون. لونطري دغام سميتها الاتونتيك، مويان غام سميتها ليكيليبر، والعامره سميتها التيكنو. الثلاثه هم عندهم نفس الموتوريزاسيون ان 595 الخيل، فيهم اليماج اوتوماتيك ديال لي فو. لونطري دغام الخوت ما فيهاش لي فارونتي بغويه وما فيهاش ديك كالوندر كرومي، ما كتخرجش بلي جونت الومنيوم، كتخرج لي جونت اونجوليفور. ومن برا عندك لي روتروفيزور ريغلاج مانيولمون، ما فيهاش ديك لي بار دو توا وما فيهاش هاد الباتكيس هادي. كتخرج بخمسه تاع البيبان، باب واحد يكوليس، وكتخرج بكلور واحد هو الابيض. دابا فيكساوها غير بالبيض. من الداخل ديالها ما فيهاش ريغيلاتور دو فيتاس، من حيث السلامه فيها ارباك واحد تاع الكونديكتور. لي سيج ديالها كيجيو اون تيسو من توب. مويان غام الخوت لي سميتها ليكيليبر، كتخرج بلي جون تاع هي اونجوليفور. لي روتروفيزور ديالها ريغلاج الكتريك، فيها لا بار دو توا وفيها الباد كيس ديالها، وكتخرج بسته تاع البيبان، جوج بيبان ايكوليس. لي سيج ديالها كيجيو سومي كوير، وفيها من حيث السلامه لي ارباك كونديكتور اي باساجي، جوج تاع لي زيرباك. هذا من حيث المويان غام اللي سميتها ليكيليبر. اما العامره اللي سميتها التيكنو، كتخرج من حيث السلامه حتى هي بجوج ديال الزيرباك كونديكتور او باساجي، فيها لي روتروفيزور ريغلاج الكتريك، فيها لي سيج ديالها سومي كوير، وفيها ريغيلاتور ليميتور دو فيتيس، وفيها لي جونب ديالها كيجيو تاع 16 المنيوم، وفيها بار دو توا، فيها الباد كيس ديالها، وفيها ديك السيبوره اللي كتكون في لي سيج من الخلف، يعني زوينه كتعطي واحد البريستيج للطوموبيل. فيها لي رادار، وفيها من لي زانسير ديكوراتيف اللي كيجيو كرومي من الداخل ومن برا، وفيها اكرون تاكتيل، ما فيهاش نافيغاسيون جي بي اس، كتزيد الفلوس باش تاكتيفي هذه القضيه هذه. فيها لي كولور، فيها يعني كتختار كتخرج بسته تاع لي كولور. كاين داك الكولور غو اوربان زوين، ناقص شويه في الثمن على الكولور على البانتور ميتاليزي، كيكون ناقص بواحد 2000 درهم تقريبا. من حيث الاثمنه، لونطري دغام الخوت دابا فيكساوها تقريبا ب 16 مليون و600، يعني فاش كتخرج في البيض يعني غادي تخرج حتى توصل حتى لديك 16 مليون و200، يعني 16 مليون و2000 درهم، تقدر توصل حتى ل 16 و1000 او 16 مليون في نيشان الى عرفتي تنيغوسي معاهم، او الدوسي ديالك موارمي فمن حقك تاخذ بلان روميز. فدابا ما كاينينش لي روميز بزاف صراحه، الا عطاوك ان بوين فما تقولها لحد. المهم مويان غام ليكيليبر الخوت حتى هي دابا الثمن ديالها 17 مليون و600 الا خديتيها بانتور ميتاليزي، فكتوصل في الروميز ديالها الا خدي المهم نيغوسيتي معاهم واكثر يقدر يخليوها لك حتى 17 مليون و300 3000 درهم تقريبا. والعامره التيكنو تيخليوها 18 مليون و500، 18 مليون ونص بالروميز وبداكشي، تقدر توصل حتى 18 مليون و200 بحال هكا 2000 درهم وداكشي. تقدر تخلص بواحد ميثود بيمون كريدي الا بغيتي، كاين كريدي ديال الرونو ار سي اي، وكاين كريدي كلاسيك على برا الا بغيتي نتايا، وكاين كريدي غراتوي اللي عطيتي النص ابارتير من 50% او 40% يقدروا يدوزو ويعطيوك كريدي غراتوي، يعني ما فيهش لي زانتيري. وكاين كريدي كلاسيك لي زينغ اللعيبات نتايا على حساب المبادئ ديالك وعلى حساب كيفاش بغيتي تخلص وعلى حساب البادجيت اللي عندك. هذا من ناحيه تاع رونو اكسبريس من حيث الاثمنه ديالها ومن حيث المعطيات اللي فيها. وعلى حسب حتى كيفاش بغيتي تخلص نتا، الا كنتي ليطا ديالك يعني واش بارتيكولي، واش راك سوسيتي ولا راه فهمتيني، يعني كيفاش شنو البروفيل باش غادي تدخل باش غادي تشري هاد السياره هادي. هذا من ناحيه. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر على الدوسي كيفاش تبريباري باش تخلص باش تشري سياره بالكريدي، وشنو هما الطرق اللي دير باش تستافد نتايا من واحد الثمن اللي زوين واخا تخلص بالكريدي، يعني ما يكونش داك لوطو ديال الانتيري طالع عليك بزاف. هذا من ناحيه. نتمنى الله يكون في تكون بهذا الفيديو.